مشاريع تنموية متنوعة تعطى انطلاقتها بالدخلة، والمناسبة تخليد الذكرى العشرين لعيد العرش المجيد. وللجهة عامل إقليم وادي الذهب السيد لمين بن عمر والوفد المرافق له قاموا بتدشين مشروع إعادة تهيئة حديقة حي العرفان على مساحة 6853 متر مربع، وحديقة حي الغفران على مساحة 2775 متر مربع، إضافة إلى تسليم سيارة للإسعاف ووحدة طبية متنقلة لفائدة المديرية الجهوية للصحة، وتسليم حافلة صغيرة للنقل المدرسي لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وإعطاء انطلاقة المكتبة المتنقلة. تم تسليم سيارة إسعاف ووحدة طبية متنقلة وحافلة صغيرة للنقل المدرسي، وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في المجال القروي. بالنسبة للتكلفة المالية لاقتناء الحافلة الصغيرة، الكلفة ديالها 360 ألف درهم، وبالنسبة لسيارة إسعاف المتنقلة ووحدة طبية فالكلفة ديالهم 950 ألف درهم. بالنسبة لهذه الحديقة اللي كانت واجدوا بها بلغت التكلفة ديالها 5 مليون ديال الدرهم، وعرفات واحد المجموعه ديال المكونات ديال من سياج من رخاء من كراسي رخاميه من واحد المجموعه ديال المكونات اللي خلاتها يعني حديقه نموذجيه في المستوى. وللجهة والوفد الرسمي المرافق له أشرفوا كذلك على تدشين مشروعي تهيئة الشريط الموازي لشارع الولاء وتهيئة كورنيش شمال الدخلة. ويهدف المشروع الأول الذي خصص له مبلغ مالي بلغ 4.9 مليون درهم إلى دعم المجال العمراني وتقوية البنية التحتية بالمدينة، فيما يروم المشروع الثاني الذي تم إنجازه بكلفة مالية بلغت 14 مليون درهم إلى تثمين وتعزيز جاذبية الدخلة ومؤهلاتها السياحية. نحن بصدد تدشين مشروع تهيئة كورنيش شمال مدينة الدخلة الذي أشرفت به الأشغال انتهاء. هذا المشروع كان دارت من الأولوية التي يوليها المزيد الجهة والجهة الدخلة والذهب لتهيئة المجالات الحضارية تابعة لتراب الجهة. بالنسبة للتهيئة فقد تمت على طول 900 متر ومساحة تقدر بحوالي 26 ألف متر مربع. تهيئة الشريط الموازي لشارع الولاء، هذا المشروع اللي تبنته الجهة كصاحب المشروع واللي الكلفة المالية الإجمالية ديالو اللي هي 4.9 مليون درهم، وكما كتعرفوا أن الهدف من هذا المشروع هو تحسين وتعزيز البنية التحتية لمدينة الدخلة، وكذلك خلق متنفس جديد بالنسبة للساكنة المجاورة للمدينة. بالإضافة إلى ذلك تم تدشين مشروع تجديد شبكة الإنارة العمومية بشارع محمد فاضل السملالي، ومشروع تهيئة ملتقى الطرق شارع العلويين وشارع عبد الرحيم بوعبيد، ووضع الحجر الأساس لبناء معهد الموسيقى والكوريغرافيا بحي المحيط بالدخلة، والذي بلغت تكلفته المالية 14 مليون و431 ألف و771 درهم.